يا اخي ليه ما بتقرع السلسي وبتريحنا بقى؟ لا 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 شو تقول تقر السلسلي انت هتعمل لي خراب بيت؟ لا شو بده يخرب بيتنا اكتر ما هو مخروب؟ لا لا حبيبي تقر السلسلي شو بدك ايانا نصير مثل اليونان؟ بنصير مثل اليونان اذا قررت للسلسلي؟ ايه طبعا بنصير مثل اليونان. لك دخيلك قر للسلسلي انا بدي يصير مثل اليونان. لا كيف تصير مثل اليونان وديون وقصص وخبريات ومشاكل؟ هلا شو ديون يا اخي؟ يا اخي لحظه باليونان في 24/24 كهرباء؟ ايه طبعا في. طبعا زين خلينا نصير مثل اليونان. لا لا حبيبي والديون والقصص والخبريات. يا اخي بس التلفن هونيك بينقطع شي الخط؟ ابدا ابدا. طب خلينا نصير مثل اليونان. لا لا حبيبي شو تقول لي تصير مثل اليونان وبتعمل لي ديون وقصص وما بعرف شو؟ بعدين لك شوفها سهله لبنان اليونان قراب لبعض بتجنن. لا لا بس عنا مشكلة يا خيي بتصير كتير كبيرة. يا خيي إذا مشي الديون ما نحن مديونين أصلا، يعني أنا بدي نصير مثل اليونان. لا 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 مش الديون، عنا مشكلة أكبر من هيك. شوفي يا خيي هونيك كلهم أرثوذكس. شو عم تحكي؟ إيه طبعا. ولك عظيم لأنه الأرثوذكس هونيك ما عظيم.